كوبين بسكوت مطحون و100 جرام زبدة، 800 جرام جبن كريمي، وكوب وربع سكر، 400 جرام ساور كريم، وكوب وربع كريمة، وربع كوب نشا، 4 حبات بيض فانيلا، ملعقة صغيرة بشر ليمون، وملعقتين كبار عصير ليمون، وتوت أحمر للوجه. طيب عندنا الجبنة لازم تكون خارجة من الثلاجة، يعني بقالها ساعة مثلا، بتبقى أسهل في الشغل كتير. تمام. أنا أهم حاجة نعملها إن عندي هنا الحليب، الحليب بتاعي هحط له ليمون وهسيبه كام دقيقة كده علشان ده بديل الساور كريم، لأن أنا ما عنديش ساور كريم. أوكي. والساور كريم اللي موجودة في السوق غالية جدا، فأنا مش مضطرة أشتريها، أنا هعمل الساور كريم بديل الساور كريم أنا هعمله. أوكي. أوكي. فحطينا هنا الجبنة، حط البيض يا أستاذ سمير أهو، أنا عاملة هنا نص عيار لأني عاملة صينية صغيرة، الصينية العيار ده كبير، يعني أنا عاملة عيار كامل في النسخة بتاعتي، عيار كامل بس كبيرة. نحط فانيلا ونحط السكر، ادي السكر وادي الفانيلا، طيب دلوقتي ناقص نحط النشا. قولي المكونات تاني لو سمحت. نقول المكونات تاني. بدنا كوبين بسكوت مطحون، و100 جرام زبدة، و800 جرام جبن كريمي، وكوب ربع سكر، وسوار كريم يا شيف، وواحد ربع كوب كريمة، وربع كوب نشا، واربع حبات بيض، وفانيلا، وملعقة صغيرة بشر ليمون، ملعقتين كبار عصير ليمون، وتوت أحمر للوجه. طيب تمام؟ ادي برش الليمون. احنا طبعا التوت ده ما بيتحط بعد ما بتطلع. خلاص ناقص دلوقتي نحط الكريمة. اوكي اهي. وعندنا الساور كريم زي ما قلنا، لو مش موجوده او موجوده وغاليه خلاص بنستعيد بيها، ان الكميه دي بنحط عليها الليمون. اتفضل. تسلم ايدك. الكيك بس هي الصراحه بعد ما بتخلص شويه بتهبط من النص، هي كده دايما بتهبط من النص شويه، مش كتير يعني، بس بتهبط شويه. خلاص احنا كده التشيز كيك بتاعتنا جاهزه. ناخدها نحطها هنا. هناخد الورق القصدير اللي عندنا وهلف التشيز كيك بتاعتنا من تحت بالقصدير. ليه؟ لاني هحطها في حمام مائي. اوكي. فعشان خاطر المايه ما تخشش طبعا على الصواني دي من تحت، طبعا بتبقى انت عارف بتتفتح فالمايه ممكن توصلها. دي هتخش الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة في ودايما لازم نخلي بالنا من الحمام المائي. طيب. اوكي؟ بنحط مية وبنحط الصينية بتاعتنا فيها. اوكي. وعلى درجة حرارة زي ما اتفقنا 200 لمدة ساعة. تمام.